سمعناها كثيراً: الأشياء عندما تكسر غالباً ما تصبح أجمل. نحن نجعلها أجمل، والطريقة الأنجح لصنعها أعظم أو أجمل هي أن نحب ما نصنع. وهذه هي بالتحديد وصفة ضيفتنا لحلقة اليوم. ابقوا يانا وخلونا نتعرف عليه. خريجة جامعة بغداد قسم إدارة الأعمال ومؤسسة شركة لاماستي للإكسسوارات المنزلية وأحد مؤسسي شركة فن اللؤلؤ البيضاء والوكيل الحصري لشركة ريتش وكادنس التركية في العراق، متزوجة وأم لطفل واحد ومقيمة بإسطنبول من سنة 2017. هوايتي هي تنسيق الديكورات وإعادة تدوير الأثاث والصناعات اليدوية المختلفة مثل صناعة الشموع وصناعة التحفيات والإكسسوارات المنزلية، وأحب أنقل خبرتي بهالمجال وأعلمها لكل هاوي من خلال الدورات التدريبية الفنية ومن خلال الفيديوهات التعليمية. أنا ندى المهدي. مرحبا. يا أهلا وسهلا. نورتيني. أنا كلش سعيدة اليوم لأنه زرتك بهذا المكان اليوم. حبيبتي، بس أحب أعرف هذا المكان شنو يعني لندى شخصيا؟ هذا المكان هو مكان عملي ومكان ممارسة شغفي وفني به، وبنفس الوقت المكان اللي أعلم فيه عالمك الخاص. عالمي الخاص هنا. تفضلي خلي شوفت عالمي. أكيد. ندى، أريد أبدي من البداية، وأكو تفاصيل كثيرة أحب نحكي عنها. يعني لما دخلت للشركة وما شاء الله حسك الفني موجود بكل مكان ولمستك الخاصة، فأحب أعرف من أي مرحلة اكتشفتي هذا الفن؟ هل من الطفولة؟ وشون نميتي هذه الموهبة؟ كان أكو تشجيع؟ والله صراحة أنا من الطفولة يعني اكتشفت موهبة الرسم. أنا طفولتي هي لعب وتلوين كلها يعني، وحتى بالابتدائية كنت دائما أرسم ألون، بحيث مدرستي من الابتدائية اكتشفت عندي هاي الموهبة وبدت تدعمني وتخليني وياها على طول نرسم جداريات المدرسة، سوي الفعاليات، شافت عندي فتشي فني فقامت وياها دائما يعني تطلبني. فحتى وياي أصدقاء ابتدائية متوسطة شيء دائما مثلا من سولف يقولوا لي أنت من كنتي ويانا بالمدرسة سويتي لنا فلان شيء وليه هسه موجودة عندنا؟ أنا ما أتذكر يعني، حتى كنت أسوي أعمال يدوية مثلا ورد من كنيلس، أسوي لهم لوحات أرسم لهم إياه أعطيهم إياه، هم محتفظين بيها ويشوفوها فتشي واو يعني. كنت دائما قلت لك على طول يعني وصغيرة أشتغل. كان أكو حس الابتكار لو بالبداية كان أكو بس تقليد ممكن؟ لا دائما كان ابتكار دائما. بالعكس أنا بالكلية مدرستي يعني ما فتت من جميع، لكن كان موجود المسؤول الفني بجامعتنا فهم دربني وياه يعني بالوقت اللي ما عندي محاضرات كان هو يدربني. ذاك الوقت يلا علمني انه اني اشوف صور انقلها يعني. قبل انا كنت بس ارسم مثلا من خيالي او شيء، بس هو حتى يعلمني على الرسم بشكل صحيح ويعلمني الظل والضوء وهالاشياء قال لي لازم تشوفين صوره. فذاك الوقت اني بديت انقل واتعلم يعني الرسم بشكل من شيء مسبق. ندى، خلينا نحكي عن موضوع دراستك. يعني انت درستي إدارة الأعمال وهذا اختصاص بعيد كليا عن الفن. نعم. اكتشفتي حسك الفني من الطفولة ونميتي وشاركتي بالمعارض المدرسية، وخلال يعني مدة دراستك كلها انت إلك أعمال فنية وتطوريها يعني، لكن دخلتي بمجال آخر مع العلم انت تعرفين انه انت مبدعة بالفن. شنو سبب دخولك لإدارة الأعمال؟ هل كان يعني ضغط من جهة معينة؟ لو أنه أنت حبيتي تدرسي؟ والله يعني أنا من دخلت الجامعة كانت سنة 2007 فبال 2007 مو مثل هسه يعني. صح. قبل كان يعني أنه الشهادات هي المحددة اللي عندنا يعني، ما كان بصراحة أكو اهتمام بالديكور بالفن أو شيء، ما كان حتى الأهل أول ناس ما كانوا يشجعون على هالشيء، يحسون هذا الشيء إنه هو موهبة. أي بالضبط، هواية ما تحتاج لها دراسة، ما تحتاج لها. فأني تمنيت وقتها إنه أدخل فنون جميلة أساساً، من متوسطة من ثالث متوسط أنا أريد أحول على المعهد الفنون جميلة وما صارت. لكن الخيار الثاني دخلت اللي هو إدارة أعمال، هو أيضاً رغبتي يعني. أنا أحب إدارة الأعمال، كان ببالي أنه أنا مستقبلا من أنا وصغيرة يصير عندي شركة ويصير عندي معرض فني يعني أحب هاي. فانقبلت بالفعل. استفادتي من الشهادة؟ استفادت همينة منها
والله بصراحة أقول لك لا، كجامعة ما استفاديت منها. بس يعني لما انفتحتي شركتك الخاصة إيه يعني أنا ليش مش ما استفاديت منها كلش؟ لأنه الدراسة درسناها يعني هي مو مثل ما أنا وراها من أخذت الدورات. الدورات تشوفيها مادة يمكن أحدث من الدراسة اللي إحنا ندرسها يعني. بالإضافة إنه ممكن كل الناس ياخذون شهادات، لكن مو كل واحد يستفاد من شهادته اذا هو ما طور بيها اساسا، ما نفذها. يعني الخبره بالحياه فادتني بعد اكثر يعني. نحكي عن شركه اللؤلؤ البيضاء وتاريخ تاسيسها، شلون خطرت لك الفكره؟ خاصه ندى انه انا اعرف انه انت كان اكو تنقلات عده بحياتك من بغداد الى الامارات ومؤخرا الى دبي، العفو الى تركيا. هذه التنقلات بشنو اثرت عليك بالمجال العملي، وايضا شلون قررتي انه تفتحين هذه الشركه؟ بالنسبه للسؤال عن التنقلات شلون اثرت علي، اثرت علي سلبا وايجابا بنفس الوقت، لان انا من بلشت بالعراق واسست وصار عندي زبايني ومحل ويعني اشتغلنا وطورنا به، صارت انتقالتي الى الامارات، فرجعت من الصفر بالامارات تقريبا من الصفر. سبب انتقالك كان؟ والله نقول انه فرصه عمل كانت، لانه يعني اشتركت بالقريه العالميه، يعني محلي وشغلي موجود بالعراق، لكن اشتركت بالقريه العالميه، رحت هناك هي مده 6 شهور، فرحت هناك فصار عندي زبائن اساسا هناك. زوجي عنده شغل بالامارات، كان يروح ويجي دائما، فمنها صارت الفكره اوكي انه انا هم اجي وياك وخلينا نسكن هناك. ما طول انا هم بلشت شغلي واسست شغلي هناك وكبر الشغل، بعدين صار انه شغل زوجي على تركيا، بالاضافه انا هم شغلي صار هم بتركيا، يعني انا احنا كنا قاعدين بالامارات لكن نسافر تركيا نرجع لبغداد نرجع الامارات، هذا المثلث احنا رايحين جايين. هيجي فصارت انه الانتقاله بعدين التركيا اخر شيء، وهم رجعت نقول بديت من الصفر. فهاي اقول لك بيها سلبياتها وبيها ايجابياتها. ايجابيات اللي بيها انه كثره السفر اكيد كلش تعلم، كلش تعطي خبره، كلش بالاضافه استهنانا مثلا بتركيا عندنا اللغه وثقافات مختلفه، نتعرف على اشخاص جدد، فهاي ايجابياتها وسلبياتها. خاصه انه تركيا والامارات تمتاز بانه هي حاضنه يعني لكل دول بالضبط العالم يعني. بالضبط تساعد الامارات جدا تساعد المواهب. خلينا نحكي عن الشركه، يمكن ما حكينا هوايه تفاصيل عنها. ما قلتي لي ليش حبيتي تفتحين هذا المشروع بالتحديد، خاصه لانه يعني احنا نعرف انه انت من اولى موردي المواد الاوليه الفنيه للعراق. صحيح. بعد هذه الفتره يعني يمكن من وقت الحصار كانت هذه المواد قليله ان لم تكن معدومه. صحيح. في العراق، وهذا الشيء اللي خلانا نفتح هاي الشركه. لانه انا من بلشت شغل تخرجت من الجامعه واشتغلت بكواشات الاعراس، وطبعا هي البدايه شلون كانت، انا والدتي مصممه ازياء وخياطه، فعندها محل مال بدلات اعراس بالعراق اسمه اللؤلؤ البيضاء، هو محلها هي اللي بدت به اللؤلؤ البيضاء. بهالوقت انا كنت بالجامعه، تخرجت من الجامعه بلشت وياها على تزيين كوشات الاعراس اللي هو من ضمن المحل صار. فالشغل كله انه هو اللؤلؤ البيضاء كان يخص الاعراس بالضبط. بعدها من رحت للامارات نفس الشيء، كان نفسه اللي هو كوشات الاعراس وهاي الى حد 2017 من اجينا تركيا. قلت لك معاناتي كانت انه هاي المواد الاوليه ما موجوده، انا اسافر تركيا ودبي اجيب مواد اوليه وارجع اشتغل بالعراق. ففعلا يعني عندنا ازمه بالكواليتي، يعني كل شيء كنت الاحظه كل شيء ينزل بتركيا اشتريه بالضبط بعد سنتين ينزل بالعراق، وينزل بجوده اقل من اللي كنت اسوقها من أنا اساسا يعني. وكذلك حتى بالنسبه للامارات. فهاي منها جت الفكره انه انا اتمنى انه هاي المواد اوفرها بالعراق. ومن كنت انزل شغلي بالجروبات وشي يسالون مين هاي من تركيا، هاي من دبي، هاي من فلان مكان، وهكذا. فممكن الاصدقاء وهيك صاروا يوصوني فقلت بما انه الموضوع هيك خليني استفاد منه تجاريا. راح نحكي بهاي التفاصيل بشكل مفصل، بس خلينا هسه انه يعني انا اعرف اضافه الى انه هنا مقر الشركه مالتك ايضا عندك يعني ما وقفتي حسك الفني ولا زلتي مستمره باعاده تاهيل الاشياء وصنع الفنيات بصوره عامه، فخلينا ناخذ جوله بالورشه. تمام، يلا خلينا نروح تحبين نبلش الشغل وتشوفي. تفضلي.
مثل ما تشوفين هاي الورشه والمكان اللي اشتغل به. هنا انا فعليا انت تقومين بكل الاعمال الفنيه تقريبا بالنسبه لقسم الصبغ وتسطيح الاثاث واعاده تدوير الاشياء. بالضبط هنا المكان. تشوفين هنا انا هسه عندي مثلا هذه الكرسي هي جلد مثل ما تشوفين بيها عيوب وفرح اصلحها واشتغلها كصبغ جديد يعني بعد هنا الجلد مالتها شلون معيوب هذا كله هسه راح نعالجه ونشتغله بالصبغ نجدد صبغه. اوكي انا كلش متحمسه انه اشارك في هذه الصبغه وياي. يلا بعد المسح الصدريه حتى نبلش. وهسه شنو راح نسوي اول خطوه؟ هسه اول شيء او شنو نحتاج؟ هسه نحتاج نوع الصبغ اللي نصبغ به اللي يصير على الجلد بالاضافه الى طبقه الحمايه اللي هي خاصه بالجلد. فهنا نختار نوع المالتي سيرفيس اللي هو يصير على كل انواع الاسطح وعندنا الليذر وارنيش اللي هو يكون خاص طبقه الحمايه خاصه بالجلد. راح ناخذ طبعا عارف. هذا قديم انت جايبته حتى نعيد تاهيله بالضبط مثل ما نقول. ممكن هم اي قطع جديده ممكن نسويها بس أنا أحب إعادة التدوير وأحب يعني على قطع قديمة وتعبانة إنه أعيد تجديدها وتصليحها. هذا هو الشيء الخاص بحماية الجلد. هسه بالفرشة لازم تخوطيه كله حتى يندمج. نستخدم كفوف لو ما يحتاج. مو شرط لانه هذا سهل انه يروح من الايد. اي ماكو مشكله بس على الملابس مشكله لانه هو يشتغل على الملابس هم فاذا جاء على الملابس اكيد بما انه يشتغل على الجلد اي حيكون ثابت 100% ما تقدرين تروحي من اللبس. بس هاي الحواف كلها خلاص نبدي. تبلشين انت بالروله واني بالفرشه ممكن او العكس بس اشوفك بالروله شلون انه احنا نسوي. راح اخذ شوفي تاخذين منه هذا سويتي تيست للون بالفعل لونها راح يكون حلو. نتبادل الادوار واخذي المساحات واني راح اخذ الحواف لان انا اخذت الفرشه. شوفي شلون الطريقه سهله والتغطيه مالتها هم عاليه كلش. انتي تقيمين دورات؟ اكيد انطي دورات اني وكادر كامل كل شخص مختص بشي يعني انطي دورات للكبار والصغار. وهسه بهالصيف حتنفتح عندنا دورات حتى على تجديد الاثاث بس للاطفال لانه عندنا مواد خاصه لتجديد الاثاث للاطفال. شنو ليش يعني كل هاي المواد يعني حتى غير سامه يعني حتى لو انه طفل ناولها او شيء فمتكون لو جتي يعني حلقه او شيء هي مو سامه. مكوناتها امنه حتى على الجلد بالاضافه انه عندنا نوع من الالوان شايفه الاطفال اللي يعني يحبون على كل شيء يجون يلونون يرسمون. عندنا نوع من الصبغ انه اي شيء لونه الطفل بعد ما يجف الام تشيله ستيكر يعني مثل الستيكر ينشال ما راح يبقى مثل صبغ الاظافر اللي هذا الاسلامي تلون يلون بيلوص تجي الام بس ينشف تشيله فهو بنفس الوقت هم استمتع وهمين هم مأثر وهم يعني. هذه المنتجات تعتبر دعم لموهبة الطفل يعني طبعاً. اكو هواية اهل أي. يكون اكو موهبة عند الطفل بس بسبب انه هو اللي يخرب الاثاث او يخرب فتشي معين يمنعوه فبالتالي تتكسر هاي الموهبة وتتبدد. صح وجود هاي المواد وتطويرها بهالشكل ممكن يساعد بتطوير المواد. واحنا الاطفال هسه ما عندهم شيء يلتهون به غير الاجهزه الالكترونيه ماكو حتى يعني طلعات هوايه بسبب الجو بسبب الاوضاع اهل مشغولين فهيك اشياء تنمي مهاراتهم وبها نتائج لهم حتى للمستقبل. انا حكيت لك عن طفولتي اني مثلا شلون بدات وشلون بالالوان وبالمدرسه تاثير المعلمه مالتي بالابتدائيه لي هسه ما انساها ودائما اذكرها بالخير ايش قد هي اثرت عليها وشجعتني وعلمتني يعني. فاحنا نفس الفنون اللي نقدمها للكبار نفسها بالضبط عندنا للاطفال ومواد خاصه فقط بالاطفال يعني حتى على الرسم على القماش على الزجاج على كل بس شيء. بس انت الورش اللي تقدميها مستعده تقدمين لاي عمر صح؟ عندنا ثلاث فئات عندنا الاطفال اللي هم 5 سنين للعشر سنين
أو لل 12 سنة، وعندنا اليافعين اللي هم لل 17 سنة، وعندنا الكبار يعني الكبار يشتركون بها حتى نساء كبار بالعمر موظفات ومتقاعدات. وأكو إنتاجيات حلوة، أكو يعني اكتشاف للفن أكيد أكيد لعمر ما بعد الأربعين بالفعل. طبعا 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 يعني أنا يعني أكثر ناس يعني أستمتع بوجودهم هم اللي ديجونا ينزلون من الوظيفة مالتهم من الخط ينزلون على المحل ويشترون المواد، وقسم بيهم عندهم مشاريع وقسم بس هواية يعني إنه يمارسون هوايتهم اللي تنفه عن نفسيتهم. هسه يعني ندى هذا الصبغ ما بي ريحة قوية ممكن مثل ما شفتي يعني وجفافه كلش سريع ما بي ريحة بالفعل. شوفي جفافه سريع، شوفي هسه هذا هسه هذا اللي زمته بما احنا نصبغ هذا تشوفين الجفاف شلون يبين عندك، هذا بعد ما جاف هذا هنا هسه جف تشوفين بهالسرعة يعني، فهاي من الميزات اللي بي انه هو يجف بسرعة. ندى غير انه انت تحبين تلوين الاشياء واعاده تاهيلها وتصنعين شموع ايضا، شنو تحبين تسوينها؟ ترسمين؟ احب ارسم طبعا اكيد انا ارسم اساسا. الرسم عندي وقت المتعه، وقت اللي اكون اريد اكون ريلاكس اريد هذه انا اروح على الرسم، ذكرني بايام زمان ابدع بيها من استمتع يعني. شلون شكلها تحول هسه؟ خلاص مثل ما تشوفيها هنا أنا عندي مكانات جفت، وهنا سبب القاعده همينه هاي بس الجف خلاص الجف راح تكون جاهزه للاستعمال. ها هي لان انا اصلا خليت الوردني شويه لهذه فخلاص يعني حلوه هسه كامله وعاشت ايدك ويدك شنو راح نسوي بعد هسه؟ خلي نروح نسوي الشمع بعد ما نغسل ايدنا. يلا زين شنو المكونات الأساسية اللي نحتاجها حتى نصنع الشمعة؟ أكيد أول شيء عندنا الشمع الخام اللي هو بأربع أنواع أو أكثر من الشموع، اللي هو الصويا، البارافين، عندنا شمع الجل، عندنا شمع النحل، هاي بين مكون طبيعي وبين كيميائي. وعندنا الشغلة الثانية اللي هي القوالب أو الأشياء اللي حنصب بها الشمع، مثل عندنا قوالب السيليكون، عندنا الأقداح الزجاجية، عندنا قوالب أكريليك حسب يعني شنو طبعاً اللي إحنا إذا نستخدم هذه نقدر نطلعها يعني تستخدم كشمعة بالضبط. لأن هو تشوفين هواية قوالب أكو فكل واحد يطيده الشكل شكل معين اللي يريده، بس إذا استخدمناها بشيء زجاجي أي. يبقى بيها طبعاً أي يتطاير يعني من شغله يتبخر ويعني يطلع. هسه الخطوة الأولى أول شيء بس تشوف لازم هسه الخطوة الأولى راح ناخذ الدورق اللي هو يكون حراري نتأكد انه هو نظيف، عندنا المحرار نحتاجه وشغلي الهيتر شوية فري هناك اللي ورا هذا الهيتر على الأخير عادي على الوسط خليه شغلته على الأخير شوية انصي اي شوية خليه على الوسط حتى نسيطر عليه أكثر. شوفي هنا الشمع ده أقسمه بس على مود إنه يذوب بشكل أسرع. وشنو فائدة الميزان؟ لحظة الميزان أوزن عليه أشوف هاي خصوصاً الشخص اللي يشتغل إنتاجي دائماً يحتاج يعرف إنه الأوزان اللي يعني كل قالب إيش قد يأخذ عنه يجي شيء. حتى لا نعيد تكرار التذويب الشمع نفسه كل مرة لأن من يتعرض للحرارة دائما يفقد من الخواص مالته. عندي هذا القالب مثلا ياخذ 170 غرام، هذا القالب عندي ياخذ 270 غرام بحسب التجربة يعني تقريبا اي بالضبط يعني 540. فهسه انا هذا القالب مثلا عندي 463 هنا بدي اوزن حتى اسويهم هاي 540 طلع عندي. ممكن اقطعي حتى يذوب بشكل اسرع بالضبط، كل ما يكون القطعه اصغر كل ما تكون ذوبانها اسرع. راح اخليه بالضبط على النار هاي تشوفيه هيجي واكيد هو من يبدي يذوب راح ينزل ينخفض كله حتى يكفي المكان. ايش قد يحتاج وقت؟ حسب كمية الشمع طبعا لكن والحرارة همينة اللي نستعملها عليها
هسه هذا حيحتاج من عندنا تقريبا محدود العشر دقائق، لان تشوفين النار وسطيها اخليها عليه حتى ما يحترق عندي الجو والفوق، يبقى كله يذوب بوقت متساوي. المحرار هسه مو هسه هذا المحرار من يذوب لما يذوب تماما، لان قبل ما نصب هنا أنا لازم نقيس درجه الحراره المناسبه. يلا نصبها عندنا بالقالب. شيء معين نسوي بين ما يذوب لو ننتظره؟ نجهز القوالب. هسه عندنا هاي القوالب، هسه هذه الخيط اللي هو هسه الخطوه انه اني دا اخليه هنا بالمخيط حتى اسهل تركيبه بالقالب. من تشتغلين بتشوفوه اصعب ما أن يكون ليدش الموضوع. هنا انا راح ناخذ القالب تغطين عليه بهالشكل تدخليه من الوسط. اوكي شوفي بهالطريقه شنو دا يصير؟ يصير عندي الموضوع سهل بسرعه، دا اسحب الخيط منه. انت لازم تتخيلين انه هذا وجه الشمعه حيطلع، فهنا نجقط طول الخيط اللي نسويه. هذا بالعكس تين راح نقدر هيك بالضبط. اوكي هذا هيك حيكون. هسه دوري هسه تاخذين هذا. حتى اذا صار بيه شويه اطول بعدين نقص المقص الزايد. هسه هنا أنا بس نلف الخيط، ما راح اقص الزايد مالته، لانه هنا أنا بنصب الشمع راح يتحرك عندنا الخيط، واحنا ضروري يكون بالوسط. الف لف؟ اي ممكن تقصين منه وتخليه، او ممكن هيجي. هسه جهزت؟ اي اني كلش متحمسه. ناشفة حتى من الوسط، هي ناشفة. انقص هاي بالضبط. لها قيمة معنوية. بالضبط هذا الحلو بالأشياء اللي نصنعها احنا في بيتنا، لها قيمة، تحسين انه انتي فتشي انتي انجزتي شيء ممتع، وبنفس الوقت هو حيكون توفيري اكثر ما انه انت تشتري. يعني هذه هم تعتبر معطر. بالضبط. وانهاره يعني طاقه ايجابيه، تقدرين تزينيها باي شكل. اي ممكن طباعه طبعا هذه الالوان اللي قلتي عنها نقدر نستخدمها ويا هاي اثناء التذويب. وعندنا هاي الالوان اللي نصبغ بها، مثل يعني عندنا قطع نصبغ نرسم عليها بها هم الوان خاصه بالشموع. ممكن اكتب بها لو ما نقدر؟ ممكن. لا طبعا اكيد. خليها سأطفيها. عشتيدك انا كلش تونست اليوم والله. يعني انت تيسي شمينة حلوة ونظيفة الشغل مالتك. التفكير خارج الصندوق ضروري في مرحلة ما ان نعيد تدوير افكارنا. رح تتغير رؤيتنا، رح ننطلق بالحياة بتفكير جديد وروح وطاقة جديدة. رح نفهم تفاصيل ومفردات الحياة اللي غالباً ما كنا نحس بتعقيداتها. ضروري نغير. ألقاكم بخير.